طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحدة على البق على طول. ايه يا بنتي الخاتم الرجالي اللي انت لابسه ده؟ ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابسه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك، ده انا شاطر. انا عارفه انك شاطره، وصراحه انا بتلكك، انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. حاضر. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي. والله انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده، ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني، هي كانت عيانه؟ لا يا اختي، نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه، وكان راجب اللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. على فكرة بقى، راشد امبارح كان متسلطن وكان زي الفل، وما كانش فيه أي حاجة مضايقاه. ما حصلش بقى، ده كان بيجارينا في الكلام كده. ده من المحل اللي هنا ما فتحش بقه بكلمة واحدة. ما هو من البيرة اللي شربها، ده ضارب 6 أزايز ويجي 4 5 سجاير حشيش، في ايه؟ ما كان لازم يجي يتدلق وينام في دقيقة. لا ما نامش. ده حيلا نام له ساعة وقام فط جري. لا يا اختي، أنا ما أقدرش أشتغل الشغلانة دي. علي لو عرف ما أعرفش يعمل فيا إيه. آه. ده بعد 7 سنين يا فتون. وبعدين أنت محسساني إن علي ده دكتور ولا مدرس عربي؟ ده سوابق وتاجر مخدرات، وهو لسه مرمي في السجن، ويا رب ما يطلع. انتي مالك يا اختي عماله تتزوقي كده ليه؟ راحه فين؟ انا كده بحب اقعد في البيت وانا حلوه. ليكي فيه؟ تصدقي يا بت، الصاله دي عجبتني قوي، اصل انا احب حياه الليل دي قوي، خمره ومخدرات، كل الحاجات اللي انا بحبها. ده غير الفلوس اللي بالكون. الفلوس يا فتون احسن لك بدل اللي انت فيه، بدل ما انت عماله تتسلفي من ده ومن دي. عارفه يا اختي، عارفه ان عليا 3150 جنيه ليكي. وبعدين بقى في العبط اللي انت فيه ده، انت هبله يا فتون؟ ده انت صاحبتي الوحيده واكتر من اختي. انا اقصد اعملي قرش لنفسك، أميني نفسك من الزمن ومن الدنيا اللي احنا عايشين فيها. أعملي فلوس يا فتون. لا يا أختي وراشد، أنا خاف منه. تخافي منه؟ وده من إمتى بقى؟ بقولك إيه، راشد بتاعك ده لما الرصفة كده تاكل من جتته ويلاقي نفسه مش لاقي حق السيجارة، هو يا حبيبتي اللي هيدور لك الشغل وهيجي يقف في ظهرك، وهيبقى رجليه سابق رجليكي. فوقي بقى وكفاية. أنا هكلم فاضل. هاتي التليفون. يا سلام. تقول حاجة تانية حاجة؟ لا يا حبيبتي، ده كده تمام قوي، تسلم إيديك. سمي بقى وعودي كل يلا. كتر خيرك يا حبيبي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، عودي، ده احنا اهل، عودي. ما تقعدي تاكلي ما تكسفهمش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديك يا زينب، قصه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي. كل يا بنت، انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله، قوي 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 يعني. خدي، طب خد كده دوق، خدي بسلام. لا 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 لا، رز وفلفل يهمني قوي. بس طب خد بسلام. خير، هاكل دلوقتي كل حاجه. ماشي.
بقول لك ايه يا بنتي؟ ابقي فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمه سيد خليفه. كويس قوي. ابقي اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى. الواحد عقله مش دفتر طبعا. والله حاضر يا حاج حاضر. تاكل وتاكل يا محروس. ما تاكل يا زينب. امسكي يا محروس. تسلم ايدك يا حاج. يلا. عارفه بوله الميه اللي بيحطوها للموظفين؟ جبت منها اربعه حطيتهم على المسرح. يا نجم حبيبي يا نجم، ايه الخطوه العزيزه دي؟ شرفنا. ازيك يا فاضل؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يا نجم، اتفضل هنا، اتفضل يا نجم. وادي يا كهربا. ايوه. تعالى يا واد النجم هنا. صباح الفل يا نجم. انت تلوي دراعي يا فتون عشان عارفه ان انا معشفر. لا اسم الله على مقامك، انا اللي مليونيره. سيبني في حالي يا عمنا. عندك حق. انا غلطان. انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين. عايز تسيبني يا راشد؟ عايز تسيبني وانا محتاجه لك؟ هو ده اللي علي وصاك عليه؟ كويس قوي انك لسه فاكره ان في حد اسمه علي. لا فاكر. بس كنا ناكل ونشرب منين؟ ما تنطق. تقومي تطلعي تتهزي وتترقصي وانت عريانه وسط الناس. لما يطلع جوزك اقول له ايه؟ اقول له اشتغلت ورا مراتك صبي علمه من عرق جبيني؟ لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اتطربقت على دماغك ودماغي. وما كناش لاقيين ناكل. يمكن ساعتها علي يصدقك. انا مش مصدقك يا فتون. انت ما يهمكيش غير نفسك. جوزك اتسجن واختك طفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا، ولا فارق معاكي. جايه هنا عشان الفلوس والخمره والحاجات اللي انت بتحبيها. فتون حبيبتي انت بتعملي ايه هنا؟ يلا يا حبيبتي السيما بره. باي. يلا ايه الهدوم دي؟ هغير بره. يلا رشد اوعى تمشي، استناني. ها يا اخويا. اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. يعني اديني عقلك، يعني اديني وقتك واستمتع بيه. يعني اللي حضر العفريت يعرف يصرفه وما تسألنيش هصرفه منين. يعني الصرف لحامل البطاقه، يعني الفنان الليل اسطوره الغناء الشعبي، الرجوله القنبله الصاروخ النيل طارق الشيخ. حتى ازاي من ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي. جابوني الدنيا ومالو ليش تحب تعيش حتى ازاي ومن ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي. وديني بحاول اتعايش على الرغم اني مش عايش. وديني بحاول اتعايش على الرغم اني مش عايش. كأن مهمتي النحسان وشغل انت النكون شقاي. جرح فيا مرجح فيا وانزلي ضربي وطلقيش. انعمي بيا وانسى
ما انا موجوع ما عادش خلاص نفس فيا كل ما احاول اصفالك اللي بتاخد بسقني انا من كتر ما انا موجوع ما عادش خلاص نفس فيا كل ما احاول اصفالك اللي بتاخد بسقني انا ماليش غير حبتي وهمومي قليل المخت من يومي ماليش غير حبتي وهمومي قليل المخت من يومي وعايش بس اتوب في جراح واتوب في الرايحة والجاية يوم ما تنسي بس خلي عندي الدم في الاساوة زلي فيا بس نفسي تبقي تزلي بداوة تبقي رحيلي بس واحدة واحدة وجراحي بداوة جسمي ده يا ستة بص ديكي تهدي يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفه ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده ان اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من زهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة يا صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها. وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع. بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله ضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله، بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحيه البحر صح؟ برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حبيبي. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل إيه؟ كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يا السلام عليكم يا حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. شكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم يا احسن عليك. ماشي خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجة تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت النقيه كام سمكه حلوين، ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟
هو ده بقى يا ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم قوم يا اخويا بقينا العصر. قوم لفلنا سجاره كده نصطبح عشان عايزه اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البنا في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا. احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصاله لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، هتسيبيني في حالي بقى؟ حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسليه. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها ده؟ احنا طبخينه سوا. عسليه عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس. يعني بنعرف في البني ادمين، وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البيت مقطوعه من شجره وقاعده معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا، أنا ما صدقت إن قلبي مال لواحدة بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح، أتكلم الحاجة أم صباح، خليها تسألها إذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا بك، واللي فيه الخير إن شاء الله ربنا يعمله. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه؟ يا ساتر ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ يا اختي الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز. دي رقاصه شاطره، لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا 10 بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكارد ده جديد عليا. انا هخش الحمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا ابن طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه ده مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل.
سلمتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي، بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانيه خالص، وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. اسم الله عليكي يا حبيبتي. لا اله الا الله، ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد ايه يا مجنون، انا مستنيك بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ ده نسبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وزلت ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه. اخلصي. مصيبه يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. الرئاسة الجديدة فين؟ عايز اقول لها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعا يا سيد الرجالة. بص هي لسه عندها نبغة، هتخلصها واجيبها لك على طول رقبتها عندي. رسيني يا راشد، بدل ما انت مجرجرني زي المعزة من الصلاة اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه؟ ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح اتنين واخدني على جناح الاوانطه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه، لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلت لك انت ممطوطه معايا في الاثنين. ليه؟ عايزني اتعدي مكانك؟ بتغفليني يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزه توديني في داهيه ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك، أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. آه لا مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ آه تلاقيها لما لمحتني في الصالة كاتب. لا 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 يا معلم،
انت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي. دي اول ما شافت وشك يا اخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. انت شفت معاها واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقه بقتل الواد ده؟ لا. خلاص انا هحاول اروح للبنت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوه، وهي هتودينا ليها. لا احنا مالناش دعوه، الحكومة هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوة جامد. في ايه؟ هي يدوب خيط الحكومة تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاتنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحة بالنسبة لي ان الواد ده يغول خالص واستفرد انا بقى مفتون. كده تبقى المصلحة واحدة. حلاوة. يا حمام، صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصلا لا مش مبلغ 100-150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما الدق. عارف والله مكسرة على الكل يا حمام. ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي، سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش مشارك؟ راشد مين؟ راشد، ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل نمر. بقول لك ايه يا عم انسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم انسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي. اي وقت تصحى فيها هات بعضك وتعالى. سلام. كده تمام، تسلم 50 جنيه. امور يا فندم. لا هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت انه بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيكي. فهمتي؟ لا انا اسفة ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجة صيني ب 300 جنيه. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله.
ألف مبروك. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع من حضرتك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم من البيت ها؟ يا رب. فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معين. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بالخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعة. متشكرين. يا رب كده جوزت الهنا. أسبوعين نجملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا بنت. ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين. يلا بنت. يلا. يلا. تخلصي الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. انا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. انا كنت بحب مرات الله يرحمها. اكتر من اي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي فيجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، ومينفعش أخبيها عنك. حاجة اللي مينفعش تخبيها عني يا زينب؟ أصل أنا أصلاً مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزك تصلي يا محروس. يا ست أصلي. عايزاني أصوم اثنين وخميس كمان. عايزك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير. فجأة ظلمت في وشي يا عم انسي. يا عم الدنيا ما اتربيتش، روق. انا بعونك يا رب لو عايز طاقيت لك فوطيرك بره البلد لا يحصل في ثانية. انت بتعرفش ان اخوك بقى ساحر الصحراء ولا ايه؟ السجاير بتاعتك كبير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو. حبيبي يا معلم عندنا في الحريم. خلي البنات تدق الزار علشان أزهار. ريتك فوق الأمير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها كل شيء ضاع. قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، أنا الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتاخد عزاء. صح. بقول لك إيه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح توفيق. جرى يا راشا. ما تفك لحم دماغك شوية. انت هتقعد معايا في المطرح هنا، وهنا لا حكومة طولك ولا سوسن بدر تشوفك. تشبعني بقى اروح واجي وبتاع. وشاي بالنعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين.
امين. ايوه في ايه؟ مين؟ ايوه انا. في ايه حضرتك؟ تشوفوا البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا ماما ما اعرفش. تعرفيش فتون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خف، تعالي شويه خف نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. هو ده ما تعرفيش ميته بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي، اختي عسليه، ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوه. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمه. البسك عليا ده دم وانت واقفه. انت سامعه؟ راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاتنين من الكاميرا بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. حس كده بقى نروح القسم كلنا وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح القسم ليه يا بيه؟ والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش وحياة ربنا ما عملنا حاجه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا كنت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسألوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في القسم دول، ودي جزاتي علشان شفتكم عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. فضل يا بنت الدوار الفلوس اللي بتعملشوا. حاضر. الله يختم الدوار، تلبوش في الحرب، العربيه على طول. يلا. يا ليلى 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 يا ما انت جميل تكون عايش ليه وانا بيدي خبستولك وتخون عايش ليه وانا بيدي طمتولك وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه. اخلص يا. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا كلمتك انا بغني. وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا لا تغنيت علي. علي هات على سيرك فاهم. علي علي انت بتعمل ايه؟ اوعى يا جدع انت سيبه الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان والله ما كلمته. معلش يا اخي الله زميله مزنوق. الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ تعال الواد ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله. هو عمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ مفيش. لا خير ولا شر. لا 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 الله معلش معلش ربنا يطمنك. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي.
بس امانة الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع الروح كان زمانه بنى عماره. ما هو باين، الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شوية يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك. بص يا حلو، احنا عايشين معاك لحظة بلحظة متابعينك وعارفين كل حاجة عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرة ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيتي في الحارة بعد ما الونش اتقتل. ايوه باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحارة انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. يا حلوين، هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتون، هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري، هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند غن، انا كرشته. تظهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا احمد بيه، قمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ اكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وين؟ لا يا باشا، بص انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسأل راشد على موضوع قتل الونش. بس بصراحة والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسلية اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايز اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. لو قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد زي ما هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ ردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعدي. اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس؟ ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله. انا مستوره معايا ومرزق، دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام المصباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك. بس لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجه تانيه. اللي انت عايزاه اعمله. حلو كده، ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب.
وصل لي ما بفوتش فرد. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. كنتش بمل من القعده معاه. متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زي. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد. هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين. اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا. بس اصحاب القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. اه. يا سلام. انا عايز اقول دي. عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، ما حدش حاجة عندنا زي. الهامي؟ هي الناس ماشية مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. قال لي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضو الستر حلو. انت بتبص على عادي. عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتت هنا بحر. انت رايحه مرسى ابو العباس؟ ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات. ايه يا جوزة؟ ايه يا قلبي؟ بقولك ايه؟ قولي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازهر. ماشي يا باشا. بس بقولك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زهر. ماشي يا باشا. يلا يا جوزة. يا هون. ايه يا عم؟ بنتي دي وحشة. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا. اللي هي مين؟عسل إيه؟ عسل إيه؟ عسل إيه؟ دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته. وعايزين ندق له الزر علشان أزهار. ما تيجي ندق الزر يا وحش. مشيت ورا دماغك وحورت على الظابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت. اه خلصت يا اختي، عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر المعجون. انت يا بنت هبله، انت فاكره ان الظابط يعني خلصوا لنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه اللي هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راشد. والله العظيم انت بنت هتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما اكون خارجين من كوافير؟ هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه. اختي القرف ده. طب
طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سالني اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت هبله. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء، انا بصلي ركعتين شكر لله، اصلا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا، ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعملهولك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي، بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. يا بنت الكلب اوعي الزحلافه. عشان خاطري لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش، ما تمسكهاش. سامحني ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينه، يخرب بيتك يا زينه، دي تبعك يا زينه. خطتها متتخديش حبيبتي، متتخديش متزعليش. تعبت يا فاضل، حاسة ان جسمي كله مكسر. كانت ليلة سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها يا اختي، دايما فقساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامنا يحفلوا علينا، وانا اترعبت قلت لا وانا مالي ماليش فيه، رحت احكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف، دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجه، ده يا دوب هم تلات اربع اقلام الظابط اداهم لها احتياطي يعني، علشان لو مخبيه حاجه تعرفها عن الواد. يا اختي ايه الساديه دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قال لي اللي زعلانه وهشتني من على باب القسم، ده هي اللي بلتني بمصيبه. ايوه بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى اكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا او في بيتهم. طب قومي هزي. نعم؟ هو انت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط، قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها؟ روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قطه، لو كانت هتوديني في 60 داهيه دي كل اللي حواليها لبش، وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو، واختها كمان هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده، انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك، مش هروح معاك. مش برضه هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني اماره. انت دايما بتصديني كده يا اخويا. خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب. دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟
قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا يا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير حسب. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ بتقولش كده برضه هتتعود عليها. بص جوزها لما جاي يسال عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على الولد التاني الشاك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو احسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكل قوي. وانت؟ مفيش. منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه؟ هي واصطفتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه اخبارها صحيح؟ شو سنيفنج ات هوم ابوها قفشها. ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحه. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحه؟ دي فيها على الاقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري ايه بس؟ انا ما بقتش بعرف اعمل اي حاجه من غير ما اصطبح. اصطبح؟ مش لاقي عليك خالص اصطبح دي. الله يرحم. I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا ماما؟ هاي طنط، ازيك عامله ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انت عارفاها مسافره بيروت وكانت محتاجه فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي. أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضه مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي. جيت تليفون معايا. ثواني. ايوه يا باشا هو قدامي اهو. الو انسي تشكر يا عم على التوصيه. عيب حلوه ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانيه واحده. ايه يا كابلو في ايه؟ البضاعه كلها ملفوفه وجاهزه، مش فاضل بس الإشارة منك يا كبير. طب روح جايز لي كاس. أوامرك. يا حلوة. ابن عمك معاك أهو. يا علي إزيك؟ راشد؟ إزاي تعمل فيا كده؟ يا علي. إزاي؟ غصب عني يا علي والله، فرشحت مني وما عرفتش اللي معاه. طب إهدى بس، طب كنت عملت معاه؟ هقول لك يا سيدي كل حاجة. تقول إيه يا راشد؟ تقول إيه؟ سايبني كده؟ طب اهدى بس، طب كنت عملت معاك. قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون يا جدع. اهدى وافهم يا جدع. اترزل على مراتك كذا مره وعورته وما ارتجعش، وسلمني هو وابو هناء اعمل ايه؟ البس طرحه. يعني الحكومه بتدور عليك دلوقتي يا غول. فتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش عن حاجه؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، تعمل ايه؟ ما تسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟ اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على عسليه. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لو يا راشد فتون. مش عايز اسمع حاجه،
مش عايز اسمع حاجة. فتون. الله سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. مع السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه. ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام. رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هاجيلك والله العظيم هاجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. تسحر. ومضى عينك. فتحي. يا لهوي، بتعملين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجي لي فلوس نشتري ذهب. ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانتي؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلتلك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله.
اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينة؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطة بس يا زينة. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوة دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشولك دينيسايا. ماشي. طب والهريسة؟ الهريسة نحل بيها بعد الدينيسايا بقى. طب وبعد الهريسة؟ هي دي عايزة كلام. هنقيل شوية. قيل؟ حصلين على المطبخ يا وزة. يا لهوي. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجالة جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا همسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز اشبكك جنبي. بس واحدة واحدة. بونو يا ازاي؟ فين الواد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انسي؟ هروح اجيب سكر. اقعدي اقعدي، انا بحب اقعد معاكي. اقعدي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف أكل عيشنا. أنا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ أنا قلت ترقصي؟ أنتِ هتبقي نجمة الكباريه يا ماما، هخليكي نجمة الكباريه. أنا في الكار ده بقالي 30 سنة، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انتي شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانة اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجة. ما هي الحاجة لسه موجودة يا طنط، الحاجة لسه موجودة. بموت في السمارة. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغاية ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلتلك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك. بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربية فين؟ مشرفانا جوه.
حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسة كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكى لك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودلوقتي 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتهرب. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجي لنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من رفقتك عسلية. عمو النبي، هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. انا عرفت انا بتخانق. انت فين يا وزة؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض.
محروس الحان الحان يا اخويا يا محروس فيها صلاح الحان ام صباح ام صباح وقعت من طولها الحان الحان وقعت الحاني وقعت دلوقتي ايوه يا ساتر حصل لها حاجه الطف يا رب ربك يلطف يا حاجه ربك يلطف ربك يلطف الطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه يعني ايه هتفضل كده طول عمرها ولا ايه انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل وما اخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي ويا ريت تكون دلوقتي حالا شكرا يا دكتور العفو كريم خلاص ربنا يخليك يا حبيبي شكرا يا دكتور طبعا الو فضل ماشي الاسعاف الحقنا بقول لك لحضرتك ايه بكلم الاسعاف عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها ايه على ما تيجي قول له خلاص خلاص طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا هنتصرف ازاي عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها خلي زينب تجهزها بس بسرعه يلا واحد الا خير يعمل خير خير طف يا رب ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا انا في شقه الحاج صلاح يلا ايه اللي ليا في الدنيا زينة جهزيها يا بنتي جهزيها واحد منك واحد منك لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح عايز استقبل ماتش وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لحضارك هنا انت كلمت عليه؟ هو كلمته وهخليك تكلميه اطلبي عليه يا راشد اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل وعلى فكرة هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري هو مين ده؟ ده أنسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه تقعد فيه نقعد ده ايه؟ انا مروحة بيتي يا خور خدي هنا اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى تعالى كل اول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقة 2 و3 مش مصدق بقك يا فتون ان شاء الله عنك ما صدقت البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره يلا تعالوا ورايا صباح رباح يا شيخ هو مين ده يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق خلي صلاح يخليها معاه يا عم صلاح لا يا عم زينب ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته حاضر زينب بقول لك ايه غطيها كويس للدنيا برد حاضر يا عم صلاح على بالك وانت نازل يلا يا اخوانا بالراحه العربيه واقفه بره ولا لا ما تشيل يا عبد العزيز حاضر يلا واحده واحده يا رجاله على مهلكوا عليها على مهلك افتح الباب ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمودها الفقري سليم متهيألي ترجع البيت احسن يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك يا فندم ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده دي تعبانه تعبانه عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده حرام عليك معلش يا حبيبتي شده وتعدي وانت ست مؤمنه وعمودها الفقري سليم
قول يا رب. وممكن تكون قولي في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور. معقول ولا اعرف ان المستشفى بتعالج؟ انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور. المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس مش كده يعني مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى الدكتور ما قالش حاجه غلط. ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسين انت ست. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصيلة ده أنت أجدع مرة في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحياة ربنا راشد خطفني ووداني عند واحد صاحب. أنا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفة ليه؟ عشان أنت ست واطية وما صمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطية. عارفة يا فتون؟ لو انت قدامي انا كنت هفرمك. انا عارفك وقريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند قلت صح؟ اسمعي يا فتون وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا. فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال انا هسمع كلامك. هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونه. ايوه يا علي. اهدى بس يا علي. طيب اسمع يا راشد فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي وانت معايا هتعيشي برنسيسة. هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها. ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانه. هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني فيه ايه؟ انا اللي سايق يا راشد بالطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعلم بين ايديهم وما خلفهم. جعانة. ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه ولا يؤود حفظهما. يرقيها يعني. صدق الله العظيم العظيم. عايزه كده؟ يعني اذا كنت عايزه كده ده هيبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. ما فيش مانع نمشي في السكتين. يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هم احضر لك شويه صدري ويسر لي شويه اكل.
وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لا لا أنا ما أقدرش أقول إني حبيته. أصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي وانا اعيش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباح هتخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت. قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية، طالبين فلوس، وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها. محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو ان مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ذنبك ايه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات ملهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، وكان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصتنا. تشكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر جالك خمسة في عينك، وانت دافع حاجة من جيبك. الا قولولي بقى، هي الفصحى خلصت كده؟ خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، اروح اقضي مصلحة واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقة. شقة يا انس؟ شقة يا جدع، افخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتلمع ولا حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا أكيد على وصول. ممكن. طب خش أنت صح الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده أنا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك أخويا. ده محروس. اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي. ايه يا زينب، ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه، على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جدال بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس، اتجوزتوا بسرعه قوي. ايه ده؟ اتعرفت بيه؟ حشره بينسوه ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي.
يحضر لك الخير يا عسلية انت. تفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ستي، تفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب 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 اللي حصل زينب مبيني اغمى عليه قومني قومني يا محروس انت وقعت كده ازاي تعالي معايا على مهلك يا زينب حاسب الازاز على مهلك ايه اللي حصل ايه ده ها ايه ده مالك يا زينب سيب يا محروس هو اليوم من اوله بس مالك انت ليه بتتنفضي كده يا زينب يمكن عشان تخت عشان ما اكلتش طول اليوم وما اكلتيش ليه يا زينب معلش يا محروس ما تاكلي يا زينب انا كويسه طيب نروح لدكتور اخرج انت لسه تبرع عيب ما تقول على الست يا زينب انا مش هسيبك ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور اخرج لها يعني انت كويسه انا كويسه والله عشان خاطري اخرج استر يا رب انا غلطت مكنش ينفع اقتل الواد اللي كان خاطبها ده انا يا رب البير اللي اختست في قعره ده هو الكاس طلب معاك نكد ولا ايه في ايه يا عم ايه اللي فكرك بالكلام ده ما تخلينا في الحلمه اللي احنا فيها هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين اختك هي السبب عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت اهو احنا اللي تنيلنا بنيلة عسلية هي اللي نفدت يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معاها ازاي؟ يا خبتك يا راشد بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا فكر في نفسك بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك يا ريت احسن الحياة ما تلزش قوي يعني تعرف يا فتون ايه يا اخوي انا عمري ما اتمنيت حاجه بجد وحصلت اه عارفه تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش النبي انت ما عندكش دم سلف ولا عليكم انت اتاخرت ليه يا اخويا اه معلش اتاخرت حبتين كنت بجيب لك هديه يا رب تعجبك هديه اه هي مش موضه قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض حلوه يا اخويا ايه رايك حلوه
قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الارواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. ده مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لو يزوك. تعال هنا صلاح. ابعد ابعد لو يزوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، تربينا في مكان، يا لطيف اللطف، تربينا في مكان ربنا قدير، تربينا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يعني انت يا انسي حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها، وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره؟ يا بني ادم افهم، مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وقلعها دوما من الباب للطرق؟ وبعدين كلها 3 4 ساعات وتوصل في السلامه وتقفش الثلاث بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاكوا العربيه؟ صح. لا 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 لا، انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته اديهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك. انت لو خطيت خطوه واحده هتتقفش وتروح في داهيه. اللي اقول لي بالصلاه على النبي، هي البتاعه دي فيها قد ايه؟ بصي لي يا ست، الموديل ده فيه 40 جيب، كل جيب فيه كيس ب 75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه. 3 كيلو بودره وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودره بكام؟ ما تزغرتي بالمره وتجيب لنا البوليس. انا خايف عليك من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. ما قليلين الصراحه. طب ما اكلم صاحبك. بقول لك جنيه زياده، ده مبدا عندي. بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. المكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعينه نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صراحه. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه، ب 5000 جنيه. ليه؟ اقول لك عليه وجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس، ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه. تبقى تجيب انت البخور، دي حاجات غاليه وتمنها بالدفع مقدم. انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه. انا هاجي معاك يا محروس. استنى انت، بص على مراتك. يا ام صباح، خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. الصلاة على النبي، متفصل عليك بالملي. بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله. قولي بقى والنبي يا اخويا، احكي لي المشوار واحدة واحدة كده. هو احنا هنحكي في المحكي؟ ما اكتبه لك في ورقة احسن. جرى ايه؟ فتون. لو مش هتقدري قولي لي. ليه؟ شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معايا. هو اللي هيكلمك. طب ولو ما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟
التاكسي هيوصلك لحد الشقة، هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي، التاكسي هو هو هيجيبك للشقة عندي. شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتون. أنا عايزك هادية وراسية، الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك، أنت برنسيسة ومحجوز لك درجة أولى. فتون خلي بالك من نفسك يا أخويا. هو أنا رايح أحارب قطيعة بلانيلة؟ سلام عليكم. سلام يا وحش. جرايا يا أنسي. جدع راجل يعني. تشيل حديد. بص ايديك يا كوثر ما توضحنيش. خمار. بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه التاني. اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش. اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دفيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية. أنا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، أنا مالي؟ أنت مستني عليا أسبوعين بس، هضحك علي بأي كلمة عشان أجيب لك المبلغ. أسبوع. ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبة قلبي، هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية. أول مرة أعرف إن في دخول ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. أيوة يا معلم أنسي. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ مسكتش. أنا سامع المكالمة مع الواد. تليفونها اتقفل أول ما وصلت المحطة، يعني الحكومة مسكتها. علي لما يخرج هيصبغ وشي. المرة دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. فتون ما تعملش كده فيا. إيه يا عم؟ ما تفحض الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي. يلا بينا. تعال تعال. عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجه خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك، عيط عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجة جواك، دموعك، حتى صوتك، أي حاجة وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفه يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيره جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبه جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعه
اللي لابسينه من صباح. لا 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 الحكايه بجد، الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محبس. أقول لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضولي ايه؟ لا 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 مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك ايه يا عمو انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها ملاك نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل. ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي. وهجيبها هجيبها هجيبها. كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي. انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح. عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون. منك لله يفتون. ايوه.
ايوه حاضر. صباح الخير. في هي الساعة كام؟ داخلة على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعة 10 الصبح؟ خير؟ ايه قلة الذوق دي؟ هو انا كنت بايتة في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا. ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل اهو فنانة راحت، الفنانة جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخة اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوة في وسط البلد قاعدة على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجة اصطبح بيها. هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحة ايه؟ اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد. تصدقي وتأمني بالله أنا غلطانة. غلطانة إني أول ما فكرت أروح لحد جيت لك أنت. ما أنت عيلة إلا وهتودينا في داهية. أوديكي في داهية. واضح من كلامك إنك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في إيه؟ هاتي من الآخر. اسكتي يا بنت. أنا عملت غرزة شقاوة كده. بس هتنقلني نقلة تانية خالص. بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لأ؟ طبعًا. أعمل لك أحلى قهوة يا حبيبتي من عينيا. طبعًا. والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال. شمال الشمال. أنا كان قلبي حاسس إنك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال. بس خلي بالك يا فتون، الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جايه وعايزه ايه. انطقي يا زفته. عايزه ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه؟ ده انا هفكر اذا كنت احكي لك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجه. وبعدين انتي لا مؤاخذه يا غنوه يا اختي، مالكيش غير في الحنكره والبسباسه. لا يا حبيبتي، الشغل ده انتي اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي، اخد لي سجارتين فيري جود، وممكن اخرج واتبسط لي يومين، اعمل شوبينج حلو واتبسط، بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس. والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده. مير يعني زي اي سمسار. يعني من الاخر كده انا عوم على وش الفت، انما غوص فيها نو. اوكي. تصدقي انت بوظتي الفته على اللي بيحبوا الفته. عندك حق، انت مالكيش في حاجه خالص. ايوه، ما ينفعش في ايه. ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقه لي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انتي جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطقي. لا ده انتي دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجه انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه ما تنطقي؟ في ان انا كنت عايزه حد يفكر معايا. أنا ما ينفعش أغلط. أنا مش هتربى عليا الدنيا أكتر ما هي متربقة. أنا مش فاهمة حاجة يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجة. مش مهم. لو حد سألك عليا، أي حد، أنتِ ما شفتنيش يا أختي. آخر مرة شفتيني وما كنا في القسم. ماشي. سلام.
سلام يا فتوم. زينب. زوزو. انت فين قطتي؟ حاجة زينب. 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 زوزو. انت فين قطتي؟ حاجة زينب. 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 Thank you.
اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد كده يا زينب. كده يا زينب اتوحد الله يا اسطى، ما يمكن كل الزنا ده يطلع غلط وترجع. هي ممكن ترجع، لو هترجع تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح. والله العظيم ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف النصايح بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب؟ والادب والتقى؟ والصلاة دي خلتنا صلي يا صلاح. أنا بقيت أصلي وبطلت أبير، ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان إيه يا صلاح؟ النصيب كده؟ النصيب كانت بتشتغلني يا اسطى. ده ما عداش على نزولها ساعتين تلاتة. يعني استنى شوية. لا تستنى، ده إيه؟ ما تستنى. طب أعمل إيه؟ ما تعملش حاجة، أنت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسال هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه، اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، انا في كابوس. ده كابوس، ده مش حقيقه. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ انا عملت لك ايه؟ الطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا الطف بيه. بقى ده اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ يترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. ولا قوة إلا بالله. مش هترجع صراحة، مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت إيه تاني غير الذهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بت وخرسي. بس بس تعالى. بالامانه يا فتون، الموضوع اللي انت جايه فيه الرضا دغري. اسم الله على مهامك يا اختي. يا بنت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشاهد. والحمد لله ربنا اكرمني وتابع لي وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواق على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. امك عواطف وابوكي رضا واسمك شاهيناز؟ ده ايه ده ده؟
ايه؟ في ايه؟ ايه يا بنتي؟ خير خير؟ انت كويسه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، انا اخدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معانا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله والله انا ما افتكرت فتون مين اللي انت بتكلمين عليها في التليفون، بس قعدت تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. نعناية. حاضر. خد يا رضا، انا معايا بودره هروين. طب قومي خشي روط الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايز اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، بالراحه واحده واحده. رسيني على الدور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو بضرب بجد ولا فلوروست على روفو؟ طيب يا راجل انت، بودره نمره واحد اصطف بشوات. بس لو سالوني طالعه منين، ما برضو كميه، ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعه. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزه منك ايه؟ ابدا، هتعوزي ايه؟ كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ذهب. 400 جرام ذهب؟ و 45,000 جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجه؟ مش غريبه الحكايه دي شويه يا استاذ محروس؟ يعني واحده اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين؟ وريتها الدهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثة؟ أمر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش إيدك عليها؟ أبدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رسالة كده ولا كده؟ نزلت وتأخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعدة معانا مدة الثلاث شهور دول ما خرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجة. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وأنت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها رقبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة صورة. معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس، الله يحرسك. حلو كده، ربنا يفرح قلبك ويقدرني من سعادتك وهنيك.
ايه بقى غير محروس؟ روسة. محروس كده احلى وارمل، مش عاجبني روسة ده. محروس لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك. الورق. ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان. احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر. اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. اهو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود. اه ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم. والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايز تقولي حاجه؟ عايز تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده. اوعى اوعى حدي. اتفضل. خدي حبيبتي اكتبي. أنا مش خارصة. إيه ده؟ دي طلعت مش خارصة؟ اهدي عليها شوية. أنا كنت بتكلم، أنا جاية أدور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. أيوة. وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين. هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله، اطمنت عليكم. المهم طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش، ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب اسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. هتستنى يا ابني تتعشى معانا؟ عايزة مني يا ابني. طيب وبعدين ما رحتش الشركة النهاردة، طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا على الطريق؟ لا 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 روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغايه ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. هربت مراتك؟ هربت صح؟ الله الله. ودي عرفت منين؟ لسه قايلين لي فوت. ما اسمها زينب ومن بولاع. سرقتك؟ خدت تحويشة عمره. كم يعني؟ خدت ذهب وفلوس يجيب ربع مليون جنيه. اديني 5000 جنيه وانا اقول لك كل حاجه عنها. ايه ايه 5000 بتوع ايه؟ ماشي ايه؟ ماشي صلاح ماشي ماشي هديهم لك، بس قولي لي هي مين وعملت فيها كده ليه؟ اسمها صليه سعيد وكانت متجوزاك وهي عزيمه راجل تاني اسمه راشد الغول قتل قتله. ايه ده؟
لا يا صلاح، لا لا لا، الست دي كدابة يا صلاح. والله العظيم كدابة. اقعد اقعد انت بتقول اي كلام. اقعد يا عم. لا يا عم اقعد. مش عامل انا متجوزها بنت بنوت؟ كانت متجوزة ازاي؟ استنى بس ما نشوف وراها ايه. ايه ده انت هتشتغليني؟ جرى يا اسطى محروس؟ ده بيشتروا دلوقتي من الصيدليات، وفي منه اصلي وصيني. هو ده؟ هو ايه ده صلاح اللي في منه اصلي وصيني؟ للاسف اللي انت وقعت فيه يا اخويا. الشرف اسم الله على مقامك. الشرف اسم الله على مقامك. استغفر الله العظيم. مين اللي انتوا كنتوا مجوزاه لي ده يا صلاح؟ استغفر الله العظيم. مين بنت الكلب دي؟ استغفر الله العظيم. دي مين اللي بعتها دي؟ استغفر الله العظيم. ايه اللي بيحصل فيا ده؟ بقول لك ايه؟ قولي لي هي فين وهديكي كل اللي انت عاوزاه. هي فين؟ يا رحمن يا رحيم. يا رضا، الفيلم الهندي اللي انت عملته على مراتك ده خسار ايه وتماثيل ايه والكلام ده؟ ما لو عواطف عرفت ان المصلحه مخدرات يعني مش هتسيبنا في حالنا. عشان كده فضلت طول الليل أرغل أرغل أرغل، ما نامتش ما ارتحتش الا ما قلت لها الكلام ده عشان تاخد العيال وتمشي. ما انا عارفه يا اخويا، ما انا كنت مريحه على الكنب وسامعه الزعيق والزنه لحد الفجر. ما سكتتش الا ما قلت لها انا عملت في الموضوع ده 100,000 جنيه. وسعت منك دي. اللي اقول لي يا رضا، هو التاجر اللي انت جايبه يشتري انت مالي ايدك منه؟ يعني تعرفه من زمان؟ لا معرفوش، ده ما جايب الواد ناشد صاحبي. بس الواد ناشد صاحبي ده انا اضمنه برقبتي. رضا انا عايزك تبقى ضهري، يعني الدفع فوري، البقع على راس الميت، ياخدوا البضاعه يدونا فلوسنا. ماشي تمام، بس قولي لي فتون، يعني هي البضاعه دي قريبه منك؟ يعني ربما يعني الراجل يحب يطلع عليها. يا اخويا البضاعه قريبه تحت ايدي. صباح الفل يا رجاله. اهلا يا حبيبي. بقول لك ايه يا برنس والنبي؟ امرنا الامر لله. انا مش معايا سجاير. طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ يعني ابعت هات لي سجاير. ده اول كشك بعد 15 كيلو. كلم المعلم يجيب لك. طب ما تجيب سيجاره. عاوز سيجاره؟ يا ريت. عينيا. ربنا يكرمك. رجاله والله العظيم. تسلم. اخر واحده. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره؟ ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه قولي لي؟ انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. انا ضايقتكم كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟
ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انت لو مشيتي هتروحي فين؟ هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمل. هو انتي مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي، خدي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام خليهم معاكي. لا خليهم كلهم، كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب بقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخد على طول. ماشي شويش وبالراحة بالراحة، اشتري ما تضايقش. حاضر يا اخويا، حاضر. ادخل يا ناشم. اتفضل يا معلم. الست فتون. ازيك يا فتون؟ ازيك يا ابو هناء؟ يا مرحب يا مرحب. الدنيا دي ضيقة قوي. الله، ده انتوا طلعتوا معرفة بقى. معرفة قديمة وجيرة، وجوزها كان حبيبي. يعني كده الكلام بقى مش محتاج كباري. اخلع انت يا ناشي. اخلع؟ مصلحتي عند مين يا معلم؟ عندي. ايه يا صاحبي؟ ما انا زيي زيك. لا انت مش زيك زي اي حد. انت قريبي. وانا في بيتك. وفي حمايتك. اقعد. الله الله الله، ايه يا ست الكل؟ الله، هو احنا جايين نتعارك مع بعض ولا ايه؟ انا قهوتي على الريحة. قوم اعمل له القهوه. عارفه يا ست الكل، انا اخر مره شفتك امتى؟ لما كنت بترقصي في الكباريه. بصراحه كده انا اتكيفت منك. تمام، انا هدفع 50,000. يفتح الله. لا لا يا معلمة، لا مش كده، انا جيت ومش هحل كان لما اخد البضاعة. هو ده الكلام؟ لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام؟ وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير. خلاص، زي ما بيقولوا الناس، نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذة في بيته. يبقى 75,000. فين البضاعة؟ وانا اوريك البضاعة ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله، ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا انا مش وراي ابعد. انا ساعتين عقبال ما اروح بولاق واجيب البضاعة واجي. بولاق؟ انت مكمرة البضاعة في شقتك في بولاق؟ اه، امال يعني هكمرها فين؟ انا هخطف رجلي اروح لبولاق اجيب البضاعه واجي، وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمول، قال لي الفلوس موجوده هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاكي يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام.
كده بقى 75,000 وسبعة ونص بتوعي عمولتي 10%. تمام؟ كده بقى تشرب القهوة ابن عمي. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنه واقطرها لحد ما ترد المواطن. امين. حاضر يا معلم. اكلمك في كل محطه كمان. ماشي. سلام يا كبير. بالسلامه. هات مفتاح المكنه. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. سلام. حلقة عظمة ايه؟ يطلع لابوك بقى عصام واساله القصة دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة اسمها عسلية ساكنة هنا، مش ده بيتها؟ هو دور الأرض بس الشقة فاضية مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسلية؟ طفشانة بقالها شهور. أنت بتسأل عليها ليه؟ ما تعرفش اختها فين؟ فتون غطسانه بقالها يومين ثلاثه. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني بس. شكري يا سيدي. ايه التايه ده؟ السلام عليكم. انا عايز اعمل محضر سر. خش جوه. مش فتح. شكرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اعمل محضر سرقه. انا اتسرقت في اسكندريه، عملت محضر هناك ودي صوره المحضر. فين الشاي يا ابني؟ ها ايه المشكله؟ طيب المشكله ان مراتي سرقتني. هي اسمها هنا عسليه وفي اسكندريه اسمها زينه. عرفت منين بقى ان مراتك عسليه بتاعت القاهره هي زينب بتاع اسكندريه؟ عرفت من واحده كده. ايوه مين الواحده دي؟ واحده ست كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب، كانت جايه تعالج مرات اخويا يعني مبقاش فيها، فشافت عسليه دي مره واحده قبل ما تسرقني، ولما جت بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها. والست اللي مكشوف عنها الحجاب دي اسمها ايه؟ اسمها ما هي دلتني ان عسليه دي هنا وموجوده في بولاق و اسمها ايه؟ اسمها الشيخة كوثر. الشيخة كوثر. وطبعا خدت منك 5000 جنيه صح؟ انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا؟ انت عرفت منين؟ دي نصابة ومتسجلة عندنا نصب. هي ست كبيرة كده شوية وتملي بتلبس عبايات سودا صح؟ صح مظبوط نصابة، بس برضو مكشوف عنها الحجاب، هي ما كدبتش عليك. كوبانية واتعملت عليا. يعني كوثر دي معاها؟ ازاي؟ يا باشا دي ما كانتش تعرفها اصلا. وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهادة الميلاد ولا البطاقة اسمها زينب ولا لا؟ يا باشا هي ورقها كله ورع هنا في البيت لما اتحرق بيتهم في بولاق. فلما نزلت اسكندرية عملت شهادة ميلاد وبطاقة وكده وعملنا لها فيش وتشبيه. وطلعت ما عليهاش حاجة. هي مش متسجلة عندنا. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستنى هنا معانا شويه لحد ما يجي رئيس المباحث، وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكايه زينب دي من الاول خالص. يا باشا انا احكي لاي حد بس غتوني. طيب اتفضل. والله العظيم سرقت صيغه مراتي كلها شقه عمري. ان شاء الله هنرجعها. والله العظيم ان شاء الله. اتفضل بس. هي من هنا انا ما اعرفش، انا من اسكندريه كنت جبتها. هنرجعها ان شاء الله بس اتفضل هنا. الله يبارك لك. اتفضل. يا ولد الاهل. تعالي يا لبنى تعالي. بس هاي يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها.
ايه رايك عجبك؟ هاي طارق بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي؟ اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعد. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترويزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى؟ شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هتلاقي ليمون وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي انت فضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي يا نبيل. هات لي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنة ومعاليك طيب. والله يا سيادة اللواء أنا مكسوف منك، كل مرة أكلمك أبقى عايز منك خدمة. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن أحمد محمد المنياوي. مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد إذنك. لا لا يا باشا مفيش مشكلة ولا حاجة، شايلينك للتقيل. دي واحدة قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. ها ايه الأخبار؟ بكرة ست العنوان هيبقى عندك. نبيل هات لي القهوة بتاعتي جوه. طول يا باشا. جوه أنت مش هتوصلنا؟ أوصلك أنت لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حتة أنا جاي لكم. ها؟ خش أعمل مكالمة التليفون وأرجع. هو طارق كده على طول، بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شعبيه. جميله. ايوه سمير. لا خليك زي ما انت. هي مش جايه. انا في المقطم وراجع. سلام. تبقى حلقت لنا. يعني بتكذب عليا عشان تغلص مني. والهيروين مش في بيتها، في حته تانيه. انت متاكد البلوزه يا رضا؟ هو ده تمثال الاثار اللي انت قلت لي عليه؟ ايه وليا؟ في ايه وليا؟ انت هتولولي لي في ايه؟ مش قريبتك وانت اللي قلت سعاده. والنبي انت ما هتجيبها لبره واخرتك هترجع السجن تاني. وجيني ما انا عدالك في البيت. في داهيه. ماشي يا رضا. ماشي يا رضا انا هوريلك. يلا يا سام. يلا يا عيال. يلا يا شاهيناز. يلا يا بنت. يلا يلا يا اولاد. خلي ابوكوا في الهروب بتاعه. يلا. يلا بينا مالناش قعد هنا. يلا. غنوة خدي. خدي ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا وقاعدة دلوقتي في وقت متأخر زي ده؟ ما انا عديت عليكي في البيت ما لقيتكيش، قلت اكيد تبقي هنا وزهقت والله. ده انا كنت هقوم اخبط عليكي. تخبطي عليا فين؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ مهم هاتي من الاخر، عايزة ايه يا فتون؟ عايزة منك خدمة صغيرة بس. خير؟ تعدي على علي في السجن تسألي سؤال وتاخدي الرد. ده كل الموضوع. بس انا ما اقدرش اعدي عليه يا اختي، انا بقالي كتير ما عدتش عليه. ده ممكن يضربني ويموتني ويفرج عليا امه محمد عشان خاطري يا اختي. ماشي يا فتون هروح لعلي، بس دي بقى اخر خدمه هعملها لك. فتون انا مش عايزه مشاكل. وبنعمه اخر خدمه؟ انا مش بتاعت مشاكل. مش عايزه مشاكل والله. ماشي يلا بينا نروح على البيت. طب عندك اي حاجه في البيت ناكلها؟ جعانه. وانت على طول همك على لحم بطنك كده. امشي. ايه ده؟ ده يخرب بيت سنك، فضحتينا. اركبي يا اختي من هنا، انا هركب الناحيه الثانيه. اركبي يا بيئه. يلا يا راي. يا صلاح لسه في القاهره؟ مش هرجع دلوقتي يا صلاح. والله يا صلاح ما هرجع غير لما الاقيها. طب يا صلاح، يا صلاح اقفل دلوقتي وسيبني شوف انا هعمل ايه. اقفل دلوقتي وسيبني انا اشوف انا هعمل ايه. يلا سلام. هي قالت لك انها خايفه تيجي تزورني؟ ايوه.
وخايفة كمان تيجي لأنت تضربها. أضربها؟ أنت جاية ليه؟ أصل هي قالت لي أقول لك إنها مش هتقدر تزور عمتك تاني ولا عمتي تزور. مين؟ أنت بتهزري؟ أنا معرفش حاجة، هي اللي قالت لي أقول لك كده. قولي. وقالت لي كمان إن هي عندها بسبوسة من اللي أنت أكلت منها قبل ما تدخل السجن. قولي تاني. في توم بتقول لك إن هي عندها طبق كبير من البسبوسة الحلوة اللي أنت أكلت منها قبل ما تدخل السجن، وبتقول لك كمان إن هي أخدته من أنسي، وهي دلوقتي محتارة ومش عارفة توديه فين أو تديه لمين. يا نهار أبوك يا أسود يا فتوم، يا نهار أبوك يا أسود. يا عم أنسي، يا عم أنسي، أنا تمام. فهمني بس، أنت هتفضل حابسني زي الفار كده كتير؟ أنا من صباحية ربنا على لحم معدتي وعلى لحم دماغي، لا عارف أنزل أجيب أكل ولا عارف أنزل أجيب سجاير. يا ريتك يا ابني سرقة مني قميص. أنا متعور في كتير. يعني لو ما خدتهمش لحم من جدتكوا احبسك بيهم 25 سنه ومحدش يسالني في حاجه. طب ممكن موزه؟ هتعمل بيها ايه؟ جعان ما اكلتش حاجه. خد موزه. طب النبي عم انسى، انا مش عايزك تزعل بس يعني برضو اكلت الموزه. شد ده انا هشبعك موز. عيب ابو شكلك الزباله وطي. اذا انت لسه ما غيرتيش؟ ما تغيري هدومك يا بنتي. مش عايزه اغير. هو ايه الهبل والعبط ده؟ هو مش انت اللي قلتي انك بايته 3 ايام في الشارع باللبس ده؟ مش عايزه اغير، انا حر. لا ما هو انا كده بقى هبتدي اقلق. انت بطريقتك دي محسساني انك هتفتحي الباب وتجري تهربي. فتون فهميني كده بالراحه اول الحكايه واخرها، عشان انا لما رحت لعلي قلت له الصيني اللي انت بعتيه معايا بصراحه كان بيتشال ويتهبد، وكنت حاسه انه هينط يجيبني من زماره رقبتي، وبرده ما رسنيش على حاجه. ولا انا هرسكي على حاجه، اديكي روحتي وخلاص. فتون هو انا لو قلت لك ان انا مش عايزاكي تقعدي معايا هنا عشان انا قلقانه من اللي وراكي ومصايبك اللي ما بتخلصش، هو انا كده ابقى غلطانه؟ طب والنعمه الشريفه، انا عمري ما عملت حاجه غلط. تبنا الى الله يوم ما اتجوزت. استني استني مين؟ طبنا مين يا اختي؟ يعني في حاجات وحاجات يعني. مهم يا اختي، انا هفضل قاعده لحد ما علي يكلمني في التليفون. لا هروح ولا حاجه ولا حد هيعرف اني هنا. خلاص؟ برضه مش مصدقاك يا فتون. يا بنت بقول لك لما رحت لجوزك كان خلاص هينط في كرشه وهيجيب رقبتي ويقتلني. بص يا فتون، انا بصراحه زهقت من مشاكلك. من الاخر خدي الفلوس اللي انت اديتيها لي وامشي، كمان مش عايز اشوفك تاني. طب اديني الشريحه بتاعت التليفون احطها في تليفوني، واول ما علي يكلمني هديك الشريحه وامشي. لا والله هبله انا يا بت، يعني اديكي تليفوني واتقطع انا عن الدنيا واخرب مصالحي عشان ايه؟ عشان عيونك ولا ايه؟ انا عارفاكي هتفضلي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لحد ما تعرفي الموضوع. انا اقول لك على الموضوع يا اختي، اصل انا معايا تمثال دهب وعاوزه ابيعه. هبتي يا بنت اللعيبه، البسبوسه الحلوه. طب والله كنت عارفه. طب ولو بعته بقت بنت هديكي قرشين حلوين يرستقوكي سنه بحالها.
طب بأمانة كده سرقتي مني؟ خراسي إلا سرقة دي؟ دي عمولتي في صفقة كبيرة. طب بالنسبة لنصيبي في عمولة الصفقة الكبيرة لما تتباع كيف؟ مش لما بقى تنيل أبيعه؟ ها هتقعديني ولا أقوم أمشي؟ ترزعي هتقعدي وهتاكلي هدي يا أختي وهتشربي أحلى كوباية شاي. ربنا يستر ومعكم وصحتنا الله يعين. هاي يا دكتور إيه الأخبار؟ طمنا. أنا شايف إن مفيش أي مشكلة خالص. عضوياً هي سليمة. سليمة إزاي يا دكتور؟ يعني معنى كده إن هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده. واضح إن عندها مشكلة نفسية. الكلام اللي أنتوا بتقولوه بيأكد كلامي. أنصحكوا تعرضوها لدكتور أمراض نفسية وعصبية. إيه ده؟ يعني معنى كده إن هي مش عاقلة؟ إيه يا مها؟ ايه مع الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا تعالى. بالراحه، اهدى على نفسك شويه يا علي. اللي انت بتعمله دوت مش هينفع اللي بره، وهيضرك ويأذيك وهيخليك مش هتعرف تفكر. صحيح انا عايز افكر. حلو، هتفكر في ايه بقى؟ ان انت ممكن وانت قاعد هنا وببساطه قوي تسند اللي انت عايز تسنده بره بالتليفون. صحيح. عايز تليفون؟ اعتبره حصل. اخويا قال كمال انزل شوف لي مين نبطش النهارده بسرعه. فتون؟ ايه ده؟ فتون انت يا بنتي؟ علي على التليفون قومي، انت مقتولة؟ علي 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 انت ما بتحسيش؟ انت نايمة وانا هتجنن هنا؟ انت عارفة عملت ايه؟ انت عارفة لو انسي مسكك هيعمل فيكي ايه؟ رجع الحاجة بتاعت انسي يا فتون. مش هيحصل يا علي. بقول لك ايه يا اختي؟ سكه بقى شويه كده. عايزه اتكلم انا وجوزي في حاجات ما ينفعش حد يسمعها. سكه في بيتي؟ ده ايه الفجر ده؟ ايوه يا علي، اللي حصل حصل بقى. والهيروين معايا. انت مجنونه وغبيه. اه انا غلطانه وبنت ستينكه، بس هعمل ايه يعني؟ ما اقدرش ارجع لأنسي بعد اللي عملته فيه. امال راشد فين؟ راشد معايا، شيلوني البضاعة وركبوني قطر اسكندرية وانا هربت في رمسيس. راشد ده مفروض ان انا اللي مسؤولة منه. الله، بس انا ما اقدرش عليه، ده قاتل اتنين. قولي علي، هو انت يعني عندك سكة تبيع بيها البضاعة ولا ادور انا على سكة؟ معي. يا تونة يا حبيبتي، أنا خايف عليكي، والكلام اللي هقوله هو اللي هيمشي. البضاعة اللي أقولك اتمسمري عندي غنوة، ما تتحركيش إلا لما أكلمك تاني. أيوة كده، هو ده الدكر بتاعي. أيوة، حسسني إنك خايف عليا. مش من أول المكالمة دب 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 مفيش ازيك. وحشتوني يا تونة. يا تنتونة. ايه يا اخي؟ هو انا كنت بايتة في حضنك؟ وحشني كلامك يا علي. تونة، عشان خاطري ما تتحركيش، فاهمة؟ عشان خاطري. لا يا اخويا، مش هتحرك من هنا ولا خطوة. قاعدة مستني. سلام يا خوي. دي رسالة من اللواء شعبان يا حاج.
في واحد اتنين تلاتة أربعة، في تسع أسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، تلات أربع ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، وأكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه، صح؟ أو وأنا هاجي معاكي. وأنت تروح معاهم يا طارق؟ أروح معاهم فين يا حاج؟ أنا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في إيه؟ أنت محسسني إن أنا قاعد مع محافظ المنيا. يا حاج يعني أنت عايز نسيب شغلي وأقعد ألف مع واحدة تايهة على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمة واحدة، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله أنت ما ينفعش غير أبوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما أرجع. بالليل؟ هو أنت هتعدي على الناس بالليل تسألهم أنت عمها ولا مش عمها؟ أيوة يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان أنا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما أنا تحت أمرك أنت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوة بيا. ليه كده بس يا أم طارق؟ ده أنت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا أنت عارف أنا عايزة إيه. مش ههدأ إلا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب أعمل إيه إذا كان ال 100 مليون عروسة اللي أنت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ ما كده كده هتجوز. وفي الآخر يا ست اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقي. خلاص يا سيدي، اختار العروسة اللي تعجبك، احنا ملناش أي شرط غير إنها تبقى بنت ناس ومن عيلة، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع الإيد الواحدة. ميل أنت على أي عيلة وإحنا نكلمها لك. حاضر يا حاج. حاضر. يلا، مد إيدكوا كلهم. اتفضل. علي، علي. ألو. يعني أنت يا علي يا روي عايز تقول إنك تغفلت؟ يعني غنوة اللي زارتك امبارح ما قالتلكش مكان البودرة فين؟ أنت شايلتها 3 كيلو وراشد وافق على كده؟ ماشي، خد اقعد افتح السبيكر يا علي. هي دي الرجولة؟ تشيل مرات مخدرات وتركب العربية مع أنسي في الأمان يا ذكر يا عرة القرايب يا إلا؟ طب بتشتم ليه دلوقتي يا علي؟ على فكرة أنسي سمعك وهو اللي شايلها الحاجة. الله، راجل معادنا عنده بيصرف علينا، عايزنا نقول له لأ؟ فتون أكيد أكيد عندي خالي زينه في شقته الجديدة. غنوة قالت لي كده لما زارتني، لما راحتش الشقة من أسبوعين. عندي خالي زينهم اللي فتون باتت عنده ساعة جوازك. ايوه فهمت، خالي زينهم. ماشي يا علي، انت مرتني معاك انت ومراتك واختها، انا ما بيجيش من وراكوا غير المصايب. تروح عند خالي زينهم ولو لقيتها ترجع الحاجة بتاعت أنسي. بقول لك ايه، هي كلمة بناهية من النهاردة، انا ماليش دعوة بيك ولا بمراتك. انت بتتني وبتتفرد عليا عشان انا في السجن. حاضر يا راشد، اللي بقوله تسمعه يا راشد وتنفذه، فهم؟ صح؟ في ايه يا علي؟ مالك في ايه؟ ما هو انت لو راجل صحيح ما خدش مراتك بنت المجنونة عملت كده مع الراجل اللي قوينا. احنا هنقعد نهبش في بعض كده كتير؟ ايه؟ هتخلص. ايه علي يا روي؟ فين؟ هطلع على هناك دلوقتي يا علي يا روي. ماشي، انت عارف العلوان اللي قال عليه ابن عمك ده؟ عارفه. طيب يا علي يا روي، مش هأذيها يا علي يا روي، بس كده يبقى ليه عندكم اتنين. سلام يا وحش. صدقت بقى ان انا ما كنتش بحور عليك؟ شفت؟ ماشي يا فتون، ماشي. كابيلو، ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا تحت امرك، لا سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا حاج. الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلامه. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل تتعلم. ايه اللي حصل؟ هجيلك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعة طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحة حاجة ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطة كبيرة قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت قاعده معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعده معانا فين؟ فريدي وراها مصيبه يا ابني. لا استني بس، اقعدي
اقعدي انت مش ماشيه، تعالي بس اقعدي. يا اخي خلي عندك دم، في ايه تهرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده على فكره. انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت ما عندكش احساس. مين مالك؟ مين اللي زعلك؟ ده يا في اللي ربوك. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اساليهم. اسالهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. عمتها على فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف تكاية منين ووراك إيه. لا مش هتمشي، خليكي، أنا هدور لك على عمك ده تاني بجد.